سيظل دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد قارئ مصر الأول وكروان إذاعتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياك في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته. يا رب أمين. الله يا رب. كثير كان لما ده سيدنا اللي انا اشتغل مع سيدنا النبي الواحد هاي كل ده وانتم فيها تجليات يا شيخ فاه والله الله حبينا اللي من قلبي بيه على طول كده ها يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي Thank you.
وما ظلمنا ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مريم ويا علينا قال Thank you.